اثنان في واحد يساوي اثنان. واثنان في اثنان كم يساوي أطفال؟ أربعة. أربعة، أحسنت. واثنان في ثلاثة كم يساوي أطفال؟ ستة. آدم قل ماما تجي عندي غدوة نشوفها. بالخير. كاش ما دار وليدي؟ آدم ديما نشط، واش كي تمدي له مع صباح؟ فطور الصباح أهم وجبة في اليوم، على هذا ماتينا ماشي مجرد كوب من الشوكولا، فهي غنية بالحديد البوتاسيوم والمغنيسيوم لنمو أحسن لطفلك وتعطيه الطاقة الكافية لكامل اليوم.